طبعا اللحم المفرومة، في ناس بفضلوا لحم خروف لحاله، في ناس بفضلوا لحم عجل، أنا بحب أخلط، يعني بتكون في عندنا نكهات إضافية. تمام. حطيت عليها بصلة مفرومة، بندورة مقطعة ومفرومة، وحطيت كمان بقدونس، ملح وفلفل أسود، وإذا بتحبوا رشة هيل، وبنخلطهم منيح، بنعجنهم مع بعض، وبنفرد ورقة الدوالي الوجه الخشن لفوق لعنا والناعم لتحت، وبنلفها عادي، بنحاول نخلي ورقة الدوالي تكون مبططة، يعني مسطحة، مش يعني هيك مدورة، حتى تسوي اللحمة بسرعة. هلا حطيت تحت في قاع البايركس، حطيت بصلة مفرومة جوانح، ورتبت فوقيها قطع ورق الدوالي، بعدين حطيت رتبت بطاطا وبندورة وبصل، رشيت عليهم طبعا ملح وفلفل أسود، بعدين بحط أنا أول إشي بخليهم ينسلقوا بمي مع ملح وفلفل أسود ورشة مرقة دجاج، بحطهم بغطيهم بالسيلفر، بحطهم بالفرن تقريبا نص ساعة حتى يسوي الورق دوالي منيح، بعدين بعد النص ساعة بطلعها وبضيف لها الصلصة. الصلصة عبارة عن عصير بندورة فريش طازج، ومع عصير ليمون حسب الرغبة كيف أنتوا بتحبوها، وبرش عليها كمان ملح وفلفل أسود، وبس تطلع من الفرن برد بحطها على ورق العنب وبرجعها على الفرن مرة تانية. راح نحتاج إلى نصف كيلو لحم عجل، نصف كيلو لحم خروف، ورق عنب، بصلة مفرومة ناعم، حبة بندورة مقشرة ومفرومة، ربع ضمة بقدونس، قليل من الزيت النباتي، 3 إلى 4 حبات بصل مقطع دوائر، 3 إلى 4 حبات بندورة كمان مقطعة دوائر، 3 إلى 4 حبات بطاطا مقلية دوائر. رح نحتاج كمان لملح ولفلفل. للصلصة رح نحتاج التالي: كوب عصير بندورة، كوب ونصف ماء، عصير ليمون حسب الرغبة، ملعقة كبيرة رب البندورة، دبس رمان، ملح وفلفل أسود. هاي مقادير كفتة بورق العنب. تمام هيك يا شيف؟ تمام التمام. هلأ أول شيء بدي أساويه إنه عندنا البصل أنا مقطعته دوائر أو جوانح مش مشكلة. هلأ راح أحط عليه شوية فلفل أسود وشوية ملح وأفركه، راح أحط عادة بحطه في فوق الورق، بس أنا بحب أحط تحت حتى أضمن إنه ما ينحرق ورق الدوالي. تمام. فبحط شوية منه بقاع البايركس. هلا انا راح ارتب اللي مساويتهم، بس هلا راح نورجيهم الطريقه. هلا الطريقه راح نجيب هذا، بس عشان بدي استعمل انا المفرمه، هذا سويته عشان نكسب الوقت. طبعا اللي هي الكفته اللي هي معروفه، معروفه في خلطه الكفته المعروفه بالضبط. ابدا يعني نروح عند لا مش كفته، كفته ممكن بتنضف لها بندوره مفرومه، راح اضيف لها هاي. لا في ناس بحبوا لحم غنم صافي، في ناس بحبوا لحم عجل، في ناس بحبوا يخلطوا، كل واحد حتى لو باخذها لحم عجل بحط شويه دهن معها بالضبط. أوكي. هلا عندي انا هون مخلطه لحم عجل ولحم غنم، راح اضيف لها البندوره المفرومه، وراح اضيف لها بصله مفرومه ناعم، وراح اضيف لها شويه بقدونس ورشه ملح ورشه فلفل اسود وشويه بهارات، وراح اخلطهم منيح، وكمان شويه زيت نباتي حتى تعطي طراوه للحمه. بنفركهم منيح، وبعدين راح نسوي نحشيهم مثل ورق الدوالي العادي. هلا هيك عندنا جاهزين. هلا بنجيب، يفضل ورق العنب يكون عندنا حجمه كبير. هلا بس موضوع فتح الورقه شويه. هلا بنجيب الورقه، طبعا الوجه الخشن لناحيتنا والناعم لتحت. هلا بجيب انا قطعه، اذا بدك تسهلي عليك بتكبكي بكل الكميه هيك عشان على السريع تحطيها. بتكون حشوتها شكلها كبيره يعني، ولا انت تقطعي منها؟ هي هيك هي حشوتها هي. هلا بحط البندور يعني هيك حجمها، مش انه يعني لا هيها هيك اللحمه، بعدين بلفها عادي مثل ورق الدوالي. وبخلي شكلها طريقه هيك يعني مسطحه مش ملفوفه حتى اللحمه تستوي جواتها.
هلا حطيت مي واذا بتحبوا مرقه دجاج بودره وملح وفلفل اسود على المي هاي. على المي هاي تمام. هلا قبل ما احط بدي ارتب البطاطا. هلا راح اضيف المي. هاي مخرجنا العزيز المي. طبعا عمر رواش. عمر رواش بامانه عمرك شفت هاي الاكله؟ اوكي راح تذوقها يا سيدي الفاضل، وهي كمان ما راح تحكي لاول مره هي بتشوفها هاي الاكله. هلا على الفرن. خلينا نجيبها هون. نسيت احط فلفل. فلفل ايوه ايوه. خلينا واحده. طيب امورك تمام. اوكي هاي قديش رح تقعد بالفرن؟ هلا بدي اخليها نص ساعة تغلي وبعدين برجع بضيف لها البندورة والصوص الثاني اكمالة الصوص. تمام. الفترة هاي رح تحطيها بالفرن؟ بالفرن نص ساعة. نص ساعة على درجة حرارة عالية رح تكون؟ عالية. تمام. يعني خلينا نحكي 200. هلا في ناس بيحطوا صلصة اللي هو رب البندورة كلياتها، أنا ما بحب. بحب إنه تكون دائما وصفاتي بمرقة أو عصير البندورة الفريش. هلا بحط عصير البندورة وبحط عليها ليمون قد ما بدكم ليمون زي ما بتحبوا. عندي دبس الرمان وعندي برضو شوية مرقة دجاج وملح وفلفل. تمام. وفلفل أسود وبنحركهم وبعد نص ساعة بضيفهم على ورق العنب اللي موجود عندنا بالفرن. هيك الصلصة صارت جاهزة. نخليها على جنب عبال ما نطلع نطلع اللي بالفرن. ألف ألف عافية يا شيف غادة. الله يعافيكم. صراحة الروعة. إذا زي ما حكينا لكم الدوالي المحشية بالكفتة كانت موجودة بالفرن اللي معاها البصل ومعاها البندورة ومعاها البطاطا. طلعناها بعد تقريبا نصف ساعة وضفنا عليها الصلصة اللي سوتها الشيف غادة وراح نردها هسه نقصدرها ونرجعها على الفرن. تمام؟ يلا خلينا نقصدرها ونرجعها على الفرن. راح تقعد بالفرن تقريبا 10 دقائق.